محمد عبريه يحييكم من قناه القاهره تي في، اهلا بكم. اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل قرارا جمهوريا بتعيين الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه، رئيسا لاركان حرب القوات المسلحه الجديد خلفا للفريق محمد فريد. الفريق اسامه عسكر حتى تكونوا على دراية ومعلومات كافية برئيس أركان حرب القوات المسلحة المصري، هو من مواليد 1957، تخرج في الكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية الدفعة 70، وعمل في سلاح المشاة لمدة طويلة جدا، خلالها حصل على فرق عديدة، حصل على كل الفرق الحتمية. في القوات المسلحة في فرق عادية ممكن الواحد ياخدها بمزاجه، وفي فرق حتمية. الفريق أسامة عسكر حصل على كل الفرق الحتمية لسلاح المشاة، كما حصل على دورة أركان حرب القوات المسلحة من كلية القادة والأركان، ودي طبعا معادلة للماجستير، تعتبر ماجستير علوم عسكرية برضه، كما درس بأكاديمية نصر العسكرية العليا، وحصل على الزمالة من كلية الحرب العليا، وحصل على دورة كبار القادة من كلية الحرب العليا، وتولى مناصب عديدة داخل سلاح المشاة حتى وصل لقائد فرقة مشاة، وعمل رئيس لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة، وكان رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، وكان قائد الجيش الثالث الميداني، ثم كان قائد بمنطقة شرق القناة لشؤون سيناء والحاجات دي، ثم أيضا كان مساعد لوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، كان مساعد لوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وتولى مناصب عديدة آخرهم المنصب الذي تولاه اليوم بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر القرار قرار جمهوري بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيس لهيئة أركان القوات المسلحة المصرية. كل التوفيق وكل الدعم للفريق أسامة عسكر والقادة القوات المسلحة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.